في تشابتر 7 بدنا نحكي عن اللايرز، وبدنا نحكي عن خواص هذه اللايرز وكيف نشتغل على هذه اللايرز. اللايرز بتلاقيها هون عند الهوم تاب، بتلاقي فيه عدة باليتس. احدى هذه الباليتس اللي هي هاي اللي هي اللايرز باليت. خلينا نروح هون على اللاير بروبرتي، نضغط عليها زي هيك، تطلع عندك هون ديالوج بوكس او فلوتينج ويندو. طبعا هذا الديالوج بوكس بكون فليكسبل، تقدر تروح هون على اليمين بيجي عندك بنعمل له زي دوك على اليمين، وبتقدر هنا تشيله من عند هون وبتعمل هيك لفوق، بيطلع لك بشكل هوريزونتال زي هيك، بتقدر تشيله من هون كمان. هلا هنا الفلوتينج ويندو هاي تقدر برضو كمان تعملها دوك هون على اليسار او على اليمين من هون زي هيك، ضغط رايت كليك، بعدين بتروح هون بتعمل انتر ليفت، فبتروح هون بتعملها دوك هون، بتروح بس تعمل هوفر زي هيك على الماوس، تطلع عندك اللي هي اللاير بروبرتيز. كمان هون تقدر تعمل زي هيك انهايد لها، وهنا تضغط زي هيك ترجع زي هيك، كمان تقدر تشيلها عادي زي هيك، وكمان تقدر زي هيك تشيل اصبعك تلاقي انه تشيل الماوس تلاقي انه بتعملها هايد، بتروح هون تضغط كمان مرة بتعمل انهايد. هلا هون مرات دول بكونوا مضغوطات، فاذا عملت هيك زي هيك رايت كليك ورحت هون عملتها ريستور اول كولومز ديفولت، بتلاقي هذول انضغطوا كلياتهم. فاذا كانت عندك زي هيك مضغوطه، بتروح زي هيك تعمل رايت كليك على هاي المنطقه التابس، بتلاقي هون عندك ماكسمايز اول كولومز زي هيك، مشان تطلع عندك كل الكلمات واضحه زي اون فريز لوك بلوك كلر واذرز. طبعا هون تقدر تعمل انك انت مثلا توسعها او تصغرها حسب انت شو راحتك، ومن هون تقدر برضو نفس الشيء بتعملها تكبرها او بتصغرها زي هيك كمان. طبعا هون بتلاقي عندك كمان تقدر هون تضغط رايت كليك، بتشوف هون في عندك اشياء تقدر تعملها تيرن اون وتيرن اوف لهذول التابس الموجود هون، او انك تقدر تروح هون على الكستمايز بيطلع لك كل التابس. فنفترض انه انت الديسكريبشن تاب ما بدك اياه، بتلاقي هون تضغط زي هيك بتروح عندك ديسكريبشن تاب، فندور عليها هون ديسكريبشن تاب يعني مش موجوده، بس فنفترض اللي هي هاي نيو في بي، بدك تعملها زي هيك تيرن اوف، تضغط تعمل زي هيك تيرن اوف لهاي اوكي نيو في بي، بتروح بدك ترجعها كمان مره بتروح على كاستمايزيشن، او من عند هون مباشره بتروح على هاي تعملها تيرن اون للنيو في بي فبتطلع عندك. طبعا هذه التابس هون راح تلاقي عندك هون اشياء نقدر نحكي عنهن باتونز، نقدر نحكي عنهن ان شاء الله بعدين، بس الباتونز بتهمنا زي هيك مثلا هذه النيو لاير باتون بتعرف عليهن، هذه عندك اللي هو نيو لاير في بي، في بي يعني اختصار لفيو بورت، هذه بعدين نحكي عنها في عمليه البلوتس تشابتر اللي بحكي عن البلوتس. هون بتقدر تعمل ديليت لهذه اللاير، وهنا عندك اللي هو سيت كرنت برضه كمان بنحكي عنها. هنا في عندك زي هيك زي اوبشنز بيطلعوا لك زي هيك يعني سيتنجز، فهاي بالعاده بتخليها باي ديفولت وحاول انك ما تلعب فيها، نضغط اوكي زي هيك. فهذه تقريبا يعني كل شيء موجود عن اللاير بروبرتي لهذه الويندو.